كتاب أحكام السبق والرمي، أول من قال به إمامنا محمد الشافعي، ودونا فيما يرى ذا واجبا للمسلم تعليم ابنه السباق والرمي لكي ينال مستوى الرجال تعلما للفن والقتال. على الدواب تندب المسابقة إن عينوا وصفا مع المسافة، شرط بيان الكيف من خاسقي للمتناضلين قرع أو مرقي، والعوض من واحد ليدفعه أن سبق الخصم وإلا استرجعه، وحيث أن المال من كليهما وأوجبوا محللا بينهما فالعوض يعطى لمن سبق ولا يكون غارما إذا سبق. كتاب الأيمان والنذور، أولا الأيمان، أمر تعلق على تحقيقه بالحلف باسم الله أو صفاته، كقول بالله العظيم أقسم بأن أكل لفعل خير مقدم، لا يقع لقاسم قسمه بغير اسم الله أو صفاته، وأن يكون الحلف فيه ممكنا فالمستحيل لا يكون حانثا. ثم الغموس عد من الكبائر كقطع مال مسلم من مفتري، من يحلف تصدقا بماله خير بالتكفير أو إنفاذه، إذ يحلف ذا الأمر لا يفعله لا يحنث إن ناب عنه غيره، لغو اليمين أبدا لا ينعقد إذا جرى اللسان من دون قصد. ومن على أمرين كان حالفا فإن أتى بواحد لم يحنثا يخير الحانث في التكفير عن حنثه ثلاثة أمور، أولها اعتاق نفس مؤمنة أو يطعم لعشرة ذي مسكنة عن كل شخص منهم بمد حب أو كسوة لكل ثوب قد وجب، إن كان ذا يسر وإلا صاما لعسره ثلاثة أياما. ثانيا النذور، هو التزام واعد في خير بصيغة وناذر ونذري، فنذر طاعة بقصد القربة ثم لجاج حيث في الخصومة، ويلزم نذر الجزاء في طاعة كالصوم والصلاة أو صدقة، كأن يقول إن شفاني ربي من سقمي أو زرت طه طبي علي لله صيام شهرا وأستقم لربي سرا جهرا، فواجب عليه حيثما التزم بنذره من حيث أطلق الاسم، ولا لنذر في حرام صمت بقتل عمر ذاك أو صليت، أو أنذر صوما لكل الدهر إزهاق للنفوس ثم قهري، ولا مباح نحو ذا الطعام لا آكل واللحم ذا حرام، وصاحب النذر عليه ما نوى ضمن حدود الشرع فيما قد نوى، فإن نوى الأكل وأهل بيته جاز له النبي ذا بقوله، فإنه لامرئ ما قد نوى فإنما الأعمال فيما قد نوى. باب الأقضية والشهادات، فتلك فرض للكفاية على كل إمام أن يولي قاضيا يحكم بين ذي العباد عدلا، وأن يكون مسلما مكلفا عقل وحر وصفه الذكورة، ويعرف الأحكام وفق السنة كذلك الإجماع واختلافهم، وعارفا لطرق اجتهادهم تقويم للسان حيث يعرف في النحو والتصريف منه طرفا، ويعلم جزءا من التفسير كذا حديث الهاشم البشير، والنسخ مع ناسخه وما جمل مع علمه بكيف في أن يستدل، يكون ذا كامل سمع وبصر وكاتبا منتبها ومستقر، جلوسه يكون وسط البلد مجتنب القضاء في المساجد، والعدل بين الخصما في اللفظ كذا له في المجلس واللحظ، ولا مجاملا لكل ذي عمل وليس منهم الهدايا قد قبل، مجلسه معتدلا إذا استقر في كل وقت دون قر أو لحر، يجتنب كذلك في قضائه في شدة جوع كذا غضبه، وشهوة وفرح وحزن وعطش ومرض وأخبث، ثم له أشياء تكره في حالة النعاس نفذ حكمه، وأن يسوي بين ذي الخصام في حقهم من مجمل الكلام، ويجتنب سؤال من قد ادعي عليه من قبل سؤال المدعي، لا
يجب تحليفه إذا نكل إلا إذا من الدعي فيه سأل تلقينه ذا حجة لشاهد يمتنع التعنت لواحد لا يقبل شهادة الخصومة أو بينهم من أحقاد قديمة ولم تجز شهادة من ولدي لوالد وعكسه للولد وحيثما قد تثبت عدالته ذا الشاهد قد جوزوا شهادته ومخبرا ذا بلد المطلوب مفصل الدعوة في المكتوب مع شاهدين يشهدان ما جرى يلتزم الثاني بما به قتضى باب القسمة ذلك تمييز للأنصبة إذا أراد الشركاء من قسمتي وتجب في القاسم أموري يكون ذا حتما من الذكور مكلف ومسلم وعاقل حر وقاسم بوصف عادل فإن تراد الشركاء بما قسم تلغى شروط وضعت لمن قسم فالقسمة تكون ذا أنواعها جزء وتعديل كذا الرد لها ثم إذا دعا شريك لضرر أجابه لقسمة ما لا ضرر.